إلى حضرة نبينا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى مبارك الخير كل همة العليم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الحمد لله الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. اللهم أرسل وبلغ مثل صواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما صليناه هذه هدية واصلة رحمة نازلة بركة شاملة من إلى حضرة نبينا وشفيعنا وحبيبنا المصطفى محمد صلى وإلى حضرات الله أزواجه وذرياته وأهل بيتهم كلهم أجمعين وإلى حضرات الله جميع الأنبياء والعلماء والشهداء والصديقين والصالحين وإلى حضرات الله أصحاب البدريين والأهديين والخندقيين والخيبريين وسائر الصحابة والقرابة كلهم أجمعين وإلى حضرات الله أربعة الخلفاء الراشدين والأئمة الأربعة خصوصا إلى حضرة شيخنا وسندنا سلطان العارفين السيد محيي الدين عبد القادر الجيلاني قدس الله تعالى سره العزيز وإلى حضرة الشيخ أحمد الكبير الرفاعي قدس الله تعالى سره العزيز وإلى حضرة الشيخ خواجة معين الدين جستي الجميري سنجري قدس الله تعالى سره العزيز وإلى حضرة سيدتي نفيسة المصرية رضي الله عنها وإلى حضرتي وإلى حضرت قطب الزمان السيد محمد الشريف المدني قدس الله وجميع أهل الخير والطاعة أجمعين رضوان الله تعالى عن كل واحد منهم أجمعين. اللهم انفعنا بهم وبعلومهم وأسرارهم وأمدنا بمددهم وانصرنا بنصرتهم يا خير الناصرين. اللهم بحقوقهم بارك في مجلسنا هذا بركة تامة. اللهم بارك فيما نحن فيه بركة تامة كما باركت على عبادك الصالحين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحم موتانا ولجميع المؤمنين والمؤمنات. اللهم اجمع بيننا وبينهم في دار جناتك النعيم. اللهم اجعل نعمتنا دائمة ودولتنا قائمة وأولادنا وأولاد أولادنا علماء صالحين ولا تسلط علينا ظالمين يا رب العالمين.
العالمين آمين. دعوهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعوهم الحمد لله رب العالمين. ിയമാ
ولكن يجب ان
بخشنا هم ربي تعبدي تعبديك بندي يا ربي ميتين دند بندر ينشر السين من طول كيت نادي طير راج جند قائد النوفي مدبيري ترجمة
ولكن يجب ان
شرفنا لك أمانا يا أبينا الطاغوت مالا
I'm
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 صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم عليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم عليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم عليه. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شجر وسط إلى وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الذي أنعم علينا بالإيمان وهدانا إلى دين اللهم صل وسلم على رسولك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. اللهم اهدنا الصراط المستقيم وأقمنا بك وجهك الكريم وارزقنا سعادة الدارين وقنا من الدارين واحسن مرادنا وقضى حاجاتنا بحق سيدنا نبي سيد المرسلين يا ربي الله وجميع السادات والأولياء رضي الله عنهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على رسولك سيدنا محمد سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل وبلغ مثل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما صلينا وهذه هدية واصلة رحمة نازلة بركة نسعد منا إلى أرض روح نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أرض أرواح أزواجه وذرياته وأهل بيته كلهم أجمعين وإلى حضرات أرواح جميع الأنبياء العلماء والشهداء والصديقين والصالحين وإلى حضرات أرواح أصحاب القدرين والأبدين وسائر الصحابة والقرابة كلهم أجمعين. رضوان الله تعالى عن كل واحد منهم يا رب العالمين وتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أينما كانوا من مشارق الأرض إلى مغاربها.
وإلى حضرة روح الشيخ ناصرة المشارق والمقارب سيد معي الدين عبد القادر الجيلاني قدس الله. وإلى حضرة روح الشيخ ناصرة أحمد الكبير الدفاعي قدس الله. وإلى حضرة روح الشيخ ناصرة سلطان الهند طاجا قدير نواز معين الدين الشيخ تجميدي قدس الله. وإلى حضرة روح شيخنا قدس الزمان السيد محمد الشريف المدني قدس الله. وإلى حضرات أرواح سائر مشايخنا مشايخنا الشريفة كلهم أجمعين خصوصا وإلى حضرات أرواح من ماتوا منا من جهد آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأجدادنا وجداتنا وخالنا وخالاتنا من جميع المسلمين المؤمنين كلهم أجمعين. اللهم اغفر لنا واغفر لهم واغفر لنا واغفر لهم واكرم مثلنا ونصلهم. اللهم اجعل قبورنا وقبورهم روضة من رياض الجنة. اللهم لا تجعل قبورنا وقبورهم روضة من نور النيران. اللهم بخطوطهم وبجاههم وبأسرارهم أحسن عواقبنا في الأمور كلها واجدنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم انا نعوذ بك من جهد البلاء وهرج الشقاء وسوء القضاء وسماطة الاعداء والعصاة. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم يا محب الاهوال حبل حالنا الى احسن الاهوال. اللهم اعفنا واعف اهلنا واهل هذه الدار من كل بلاء الدنيا ومصيبتها وفتنها وشرها وسقطها ومشقتها وضيقها وضيق عيشها وعذابها وعذاب الاخره. اللهم سلمنا واياهم من افات الدارين. اللهم ارزقنا واياهم سعادة الدارين. اللهم اكفنا واياهم من مضيهة الدارين. اللهم لا تفضحنا لا تعيبنا لا تهدرنا مزدقنا اياهم بين رؤوس الخلائق في الدنيا ثم في الاخره. اللهم اقنا واياهم شر الحاسدين والفاسدين والطاغين والباغين والليالين والمغتابين والنمامين والفتانين والساهرين والماكرين والظالمين والمرتدين والكافرين. اللهم بارك لنا باسمائنا وابصارنا وسائر اعضائنا وانفسنا واموالنا واهلينا واولادنا واسلافنا وتجارتنا وزراعتنا وسائر معامراتنا وفيما عديتنا وفيما توفينا خصوصا في مجلسنا هذا في وقتنا هذا في يومنا هذا وفي شهرنا هذا في عامنا هذا وما نوينا من سائر الامور بركة تامة باركة عبادك الصالحين ما أبرات لقلوبنا وأبداننا وسلامة العافية في ديننا ودنيانا يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا يا غافر المذنبين بجاه سيد الأولين والآخرين. آمين آمين برحمتك الراحمين. وصلى الله تعالى وسلم على سيدنا محمد وعلى وصحبه اجمعين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد.